السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثالث الإعدادي أهلا وسهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله معانا درس جديد بنتكلم فيه على التضاريس. إحنا كنا الحصة اللي فاتت خلصنا تضاريس العالم القديم، خلصنا تضاريس قارة آسيا وقارة أفريقيا وقارة أوروبا. النهاردة إن شاء الله هيكون كلامنا على أول قارة من قارات العالم الجديد وهي قارة أمريكا الشمالية. طيب احنا يا شباب كنا كل حصة بنقوم بعمل تحديد لأهم الظواهر التضاريسية اللي موجودة في كل قارة، وبنعرف أهم الأسئلة المرتبطة بها. قبل ما نبتدي النهاردة عاوز أرجع كده لقارة أوروبا، وطبعا أسألكوا سؤال كده وعاوزكوا تفكروا فيه شوية. احنا قلنا الحصة اللي فاتت إن قارة أوروبا فيها سهول ساحلية، وقلنا طبعا ان هي بتتميز بالتعرب وده ادى الى نشأة المواني الطبيعية، وقلنا السهول الفيضية اللي موجودة فيها، وقلنا ان السهل الفيضي اللي موجود فيها سهل كبير جدا اسمه السهل الاوروبي العظيم، مرتبط بانهار موجودة بتجري في القارة وعرفنا مصبتها. طيب في نقطة، احنا ليه ما قلناش في قارة اوروبا ان في سهول صحراوية؟ سهول صحراوية، نفكر كده مع بعض، ليه قارة أوروبا ما فيهاش سهول صحراوية؟ تمام، أنا أكيد أن تكون إن شاء الله عرفت الإجابة. السهول الصحراوية مش موجودة في قارة أوروبا لأن السهول الصحراوية اللي بتنشأ في المناطق الحارة اللي هي الصحراء المعروفة بالنسبة لنا، الظروف المناسبة لوجود هذه السهول غير متوفرة في قارة أوروبا. ليه؟ لأن عامل مهم جدا لتكون السهول الصحراوية الحارة هو وجود المناخ الحار الجاف، وده طبعا مش موجود في قارة أوروبا. تمام، وبالتالي ما بنلاقيش السهول الصحراوية الحارة متوفرة أو موجودة في قارة أوروبا. تمام يا شباب، طيب النهاردة بقى هنتكلم على قارة أمريكا الشمالية. هنتكلم عن قارة أمريكا الشمالية، وطبعا زي ما احنا متعودين احنا بنبدأ أولا بالجبال. نيجي نبص مع بعض كده يا شباب، لما نشوف الجبال في قارة أمريكا الشمالية هنلاقي جبال موجودة في الشرق وهي جبال الأبلاش، جبال شرق القارة وهي جبال الأبلاش. طبعا حضرتك انت عارف طول ما انا بشتغل على الخريطة انت بتبقى شغال معايا، وفي نفس الوقت الخريطة الصماء اللي موجودة معاك بتشتغل عليها. تمام، يبقى احنا عندنا هنا جبال الأبلاش، ثم عندنا في الغرب جبال روكي، ثم عندنا في الغرب سلسلة جبال روكي وهي اعلى جبال امريكا الشمالية، وبيوجد طبعا على قممها الجليد. واحنا عارفين الكلام ده، عارفين طبعا ان القمم الجليدية على قمم الجبال بتوجد الجليد، بيوجد الجليد في فصل الشتاء. ثم عندنا ايضا في بعض الجبال بقى اللي ممكن نخلي بالنا منها زي جبل ماكنزي، زي جبل ألاسكا. تمام، دي طبعا مش موجودة في الشرح ولكن موجودة في الخريطة، وقلنا برضو ان احنا بنعمل لها حساب. ثم عندنا ورا جبال روكي عندنا جبال كاسكيد، وفي جبال سيراني فادا، وفي جبال هنا اسمها سيراميديرا، سيراميديرا. تمام خلاص، فدي طبعا اهم الجبال الموجودة عندنا في قارة امريكا الشمالية. ارجو ان انت تكون شغال معايا، وبرضو في الخريطة الصماء بتبتدي ان انت تعلم على مناطق الجبال وبتكتبها وبتشتغل معايا في الخريطة الصماء بتاعتك زي ما انا بعمل كده، انت برضو تكون بتعمل برضو في الخريطة الصماء زي ما احنا كده عملنا جبال الأبلاش كده، برضو انت بتعمل وتبتدي بجبال الأبلاش وجبال روكي وبتدي تكتب معايا خلاص الجبال. احنا طبعا قلنا ان احنا في الاساس عندنا اولويات، الجبال اللي موجودة في الشرح دي عندنا هي الاساس، وبعد كده طبعا بنبتدي ان احنا يعني نعلم على الجبال اللي احنا ممكن نعمل حسابها بحيث ان برضو ايه ما نبقاش مش عارفينها خالص. تمام، نبقى برضو نوعا ما متدربين عليها. طب يا شباب ده بالنسبة عندنا للجبال. ثم عندنا الهضاب، عندنا هضبتين مهمين جدا خلاص. عندي هضبة هنا اسمها هضبة المكسيك في الجنوب، هضبة المكسيك في الجنوب. تمام خلاص، معلش لو القلم بينحرف شوية معايا عشان بس انا بستخدم الماوس. وعندنا هنا هضبة لابرادور في الشمال الشرقي،
هضبة لابرادور في الشمال الشرقي وهضبة المكسيك في الجنوب. طبعا اسم هضبة المكسيك سهل جدا على اساس ان طبعا على اسم دولة المكسيك. وهضبة لابرادور يعني في ناس بتقول لي ان في نوع من انواع الكلاب على اسم لابرادور برضو اسمه لابرادور، فبالتالي هيبقى بالنسبة للشباب طبعا وخاصة الولاد هيبقى بالنسبة لهم سهل ان هم يجيبوا الاسماء دي يعني. تمام، ده بالنسبة عندي للهضاب. طيب بالنسبة بقى للسهول الموجودة عندنا في قارة أمريكا الشمالية، احنا عندنا أولا لو هنتكلم على السهول الساحلية، السهول الساحلية عندي بتطل عليه المحيط الأطلنطي تمام في الشرق وخليج المكسيك في الجنوب الشرقي. تمام، السهول الساحلية بتطل على خليج المكسيك، وعندي خليج هاتسون، وخليج هاتسون ده احنا برضو اتكلمنا عليه في الدرس الأول خليج هاتسون، وعندي في أيضا المحيط الهادي. المحيط الهادي يا شباب السهول الساحلية اللي موجودة فيه بتمتاز بالضيق، بتبقى ضيقة. ها حد فاكر احنا قلنا ليه السهول الساحلية ممكن تكون ضيقة من قارة أفريقيا كده نفتكر؟ أيوة قلنا بسبب قرب الجبال والمرتفعات من الساحل. برافو، بسبب قرب الجبال والمرتفعات من الساحل، فنلاقي ان الجبال والمرتفعات قريبة من الساحل، فالارض الفاصلة من الساحل، الارض اللي هي من الساحل الشاطئ لحد الجبال اللي هي السهول الساحلية بتكون ضيقة لان الجبال قريبة من الساحل. طيب ثم عندي بعد ذلك يا شباب ده بالنسبة عندي للسهول الساحلية، ثم عندي بعد كده السهول الفيضية. السهول الفيضية بتتمثل عندي في سهول موجودة هنا اسمها هو السهول الوسطى، ولكنها هي ممتدة عندي من المحيط القطبي الشمالي لحد خليج المكسيك، وطبعا بتبقى موجودة شرق جبال روكي. تمام، دي اسمها السهول الوسطى. ماشي كده يا شباب، السهول الوسطى بتمتد من المحيط القطبي الشمالي شمالا الى خليج المكسيك جنوبا. طبعا احنا بنجد ان اكبر اتساع ليها بيكون هنا في منطقة شرق جبال روكي. تمام، وطبعا احنا بنقول ان بيغطيها الجليد في الاطراف الشمالية بتاعتها، دي الخصائص زي ما احنا بنقول الامتداد من المحيط القطبي الشمالي لخليج المكسيك، وان هي بتكون واسعة في الوسط شرق جبال روكي، يعني جبال روكي شرقها بتكون واسعة وواضحة. تمام، وبيغطيها الجليد في اطرافها الشمالية نظرا لانها طبعا قريبة من المناطق الباردة. خلاص، طبعا السهول الوسطى كمان بيبقى موجود فيها حاجة اسمها البحيرات الخمسة العظمى، البحيرات الخمسة العظمى، ودي بتشترك فيها دولتي كندا في الشمال، كندا موجودة هنا في شمال القارة، والولايات المتحدة الأمريكية. تمام، طبعا احنا عندنا ما عدا بس هي بحيرة واحدة اللي مش بتشترك فيها كندا مع الولايات المتحدة، بل هي موجودة في الولايات المتحدة بس، هي بحيرة ميتشيجن، بحيرة ميتشيجن اللي هي البحيرة دي، بحيرة ميتشيجن. طب لو احنا يعني مثلا طالب يمكن يقول يا مستر واحنا المفروض نعرف اساميهم، اعرفها للمعرفة، لكن هي مش هتيجي سؤال في الامتحان يسألك على اسماء البحيرات، هو بس تعرف ان اسمها ودي اللي هيسألك فيها البحيرات الخمسة او البحيرات العظمى الخمسة. طيب احنا عندنا البحيرات اقول لك اساميها كده من باب المعرفة، سوبيريور وهورن وانتاريو وايري وميتشيجن. يبقى سوبيريور هورن اونتاريو وايري ميتشيجن. تمام يا شباب، خلاص ده بالنسبة لاسماء البحيرات. طيب تعالوا مع بعض كده بقى يا شباب نبص على الانهار المرتبطة بالسهول الفيضية اللي موجودة في السهول الوسطى. تمام، عندنا هنا في سهول نهر نيلسون، سهول نهر نيلسون، خلاص سهول نهر نيلسون، استخدم كده لون ازرق برضه عشان يبقى معبر بشكل افضل. خلاص، سهول نهر نيلسون اهو، نهر نيلسون، سهول نهر نيلسون، ولازم نبقى عارفين ان نهر نيلسون بيصب في خليج هاتسون. نهر نيلسون
بيصب في خليج هاتسون. نهر نيلسون بيصب في خليج هاتسون، تمام؟ نيلسون في هاتسون، نيلسون في هاتسون، تمام؟ ثم عندنا نهر السهول، نهر سانت لورانس، ومرتبط عندي بنهر اسمه نهر سانت لورانس، وبيصب في خليج هنا اسمه خليج سانت لورانس، تمام؟ يبقى نهر سانت لورانس بيصب في خليج اسمه سانت لورانس، تمام؟ سانت لورانس بيصب في خليج سانت لورانس، تمام؟ خلاص. يبقى نهر نيلسون بيصب في خليج هاتسون، نهر سانت لورانس بيصب في خليج سانت لورانس، تمام؟ طيب. ثم عندنا بعد كده سهول نهر المسيسيبي، ونهر المسيسيبي يا شباب بيصب في خليج المكسيك. نهر المسيسيبي بيصب في خليج المكسيك. خلاص؟ نهر المسيسيبي بيصب في خليج المكسيك. طبعا نهر المسيسيبي نهر شهير جدا في امريكا الشماليه، اللي بيطلع او بيقرا هيكون عارف ان نهر المسيسيبي من الانهار الشهيره اللي موجوده في العالم، ومعروف ان هو موجود في امريكا الشماليه. طيب طبعا احنا عندنا هنا تمتد في الجنوب مناطق الاراضي الزراعيه، تمتد في الجنوب حيث مناطق الاراضي الزراعيه. لو بنقول برضو يا شباب ان احنا عندنا سهول نهر نيلسون وسانت لورانس موجوده في شمال شرق امريكا الشماليه، و المسيسيبي طبعا بيصب في خليج المكسيك زي ما احنا عارفين كده، هيبقى يعني في الوسط وبيجري فيه وبتوجد فيه السهول الفيضيه اللي طبعا بتبقى صالحه للزراعه. وبكده يا شباب نكون اتكلمنا على تضاريس امريكا الشماليه، اتكلمنا على اهم الجبال وقلنا جبال الابلاش، اتكلمنا ايضا على جبال روكي، اتكلمنا على الهضاب وقلنا هضبه لابرادور وهضبه المكسيك، واتكلمنا ايضا على السهول الوسطى كسهول فيضيه، وقلنا اهم الانهار اللي بتجري فيها زي نهر نيلسون اللي بيصب في خليج هيدسون، ونهر سانت لورانس اللي بيصب في خليج سانت لورانس، ودول موجودين قلنا في شمال شرق القاره، ونهر المسيسيبي وبيصب عندي في خليج المكسيك. طيب يبقى وقلنا طبعا السهول الساحليه في المحيط الهادي او المطلة على المحيط الهادي بتبقى ضيقه ليه؟ نظرا لان طبعا ضيق السواحل بسبب قرب الجبال من الساحل الغربي لامريكا الشماليه. وبكده نكون خلصنا امريكا الشماليه، وان شاء الله معانا الحصه الجايه مع امريكا الجنوبيه. شكرا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.